بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا لكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة، هذه الفترة التي تأتيكم على الهواء مباشرة والتي يمكنكم التواصل معها على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم خطية أو نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19 ليجيبكم عليها اليوم سماحة الشيخ زهير قوصان. تحية لكم مولانا، حياكم الله، صباحكم بكم. الله بالخير، صباحكم الله بالخير والعافية. مولانا، سؤالنا الأول طبعا من وحي: ما يدور في المنطقة ومن يسكت على ما يدور في غزة من قتل وتهديم وتفضيع في سكان غزة؟ الساكت، عندنا ثلاث صور: الساكت والراضي والداعم. شو أحكام هالثلاث نماذج من البشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من المؤكد أن الداعم لما تمارسه هذه الطغمة المجرمة في فلسطين المحتلة، هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمارس أبشع صور الإجرام في حق الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس، فالراضي بفعلهم كالداخل معهم فيه. الراضي، إيه؟ وهذا ما أكدته النصوص القرآنية والحديثية، أن الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. نعم. والإمام علي عليه السلام الله يحدثنا عن الذين ناصروا على قتل ناقة صالح، والذين رضوا بعقر ناقة صالح هو الذي عقر الناقة واحد. نعم. من قوم ثمود، هو شخص واحد الذي عقر الناقة، ولكن القوم سكتوا على فعله ورضوا بفعله. فأنزل الله تعالى عليهم العذاب، ولكن وهذا ما يؤكده الإمام علي عليه السلام بقوله: إنما الذي عقر ناقة ثمود أو ناقة صالح واحد، ولكن عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. لما عموه بالرضا يعني لما عامة الناس رضوا بفعله، هو واحد الذي ارتكب الجرم، لكن لما عامة الناس عموه بالرضا أي رضوا بفعله، فاعتبرهم الله سبحانه وتعالى شركاء في الفعل وأنزل عليهم العذاب جميعا. كذلك اليوم ما يفعله العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة من إجرام قتل ودمار للبشر والحجر، فكل من يمد بالسلاح أو يمد بالمواقف السياسية والمواقف الدبلوماسية أو ما إلى ذلك، فهذا واضح أنه شريك صريح. أما الذي يرضى ولو لم يمد بشيء، لا بسلاح ولا بمواقف، ولكنه إذا سألته ماذا ترى بهذا، يقول حقهم هذا أن يدافعوا عن أنفسهم كما هو موقف البعض. حقهم يدافعوا عن أنفسهم، خرجهم هودي أنه ليش هذا أيضا يعني. هذا أيضا هو له نوع شراكة في هذه الجريمة. نعم. ومرة إنسان ساكت بمعنى أنه إحنا شو دخلنا، ما لنا والدخول بين السلاطين. بالتاريخ في كل النماذج. ايه.
قالوا شو دخلنا نحن؟ آه الفلسطينيين واليهود مع بعضهم يصطفلوا، احنا ما خصنا، ما دام بعيد عن راسي انا ما إلي علاقة. كمان هذا ما في شيء عندنا بالإسلام ما خصنا، بل بالمفهوم والقيم الإنسانية ما في شيء اسمه أنا ما خصني، ما دام بعيد عن بيتي، بعيد عن داري، بعيد عن جسمي، عن نفسي، أنا ما إلي علاقة. ما في شيء اسمه ما إلي علاقة، لابد أن يكون لك موقف إما مع أو ضد. هلأ مرة ما بتقدر تساهم بشيء خير إن شاء الله، قد تكون معذور، ما قادر تكون إلى جانب هذا الفريق أو إلى جانب هذا الفريق، ما قادر توقف بوجه الظالم وتضربه على يده لتمنع ظلمه، لأنه ما عندك قوة، ما عندك إمكانية، ما عندك قدرة، خير إن شاء الله قد يعذرك الله سبحانه وتعالى. لكن أن تقول لا دخل لي ولا رأي لي ولا أبدي رأيا لا مع ولا ضد، أنا على الحياد، ما في شيء اسمه على الحياد. يروى أن البعض لم يشاركوا في معركة الجمل، لا في صف جيش أمير المؤمنين عليه سلام الله ولا في الجيش المقابل، نعم، وجاءوا إلى علي عليه السلام يعتذرون بعد المعركة، ونحن كنا على الحياد لا معك ولا ضدك. فأجابهم الإمام بأنه ما في شيء اسمه على الحياد، ما في شيء اسمه أنا محايد لا مع ولا ضد، لأنك بهذا الموقف خذلت الحق، لأنك لم تمد له يد النصرة ويد العون. هذا طبعا مع الإمكان، إذا كان عندك إمكانية أن تمد يد العون ويد النصرة لأهل الحق ولأصحاب الحق وللمظلومين وللمستضعفين، فأنت عندما وقفت على الحياد لم تنصر الحق ولم تخذل الباطل، ما خذلت الباطل، هذا اللون الرمادي، ايه ما في شيء اسمه يا هون يا هون، بدك تحدد. حتى بالشعور يعني احيانا يعني انت مفروض بشعورك مش قادر تعمل شيء، اقل شيء مفروض اقل شيء تستشعر انه انا مع هذا الفريق لانه مظلوم، نعم، مع هذا الفريق لانه صاحب حق، وضد هذا الفريق لأنه ظالم ولأنه على الباطل. نعم. هلأ بتقلي مثلا صرح، احكي، اطلع، شارك بعمل أو كذا، بقول لك ما عندي إمكانات، ما عندي قدرة، بس أنا قلبي وشعوري هذا هو. أحيانا إذا أنت حددت موقفك خلص. نعم. نعم. يعني ربما أنا أنصر هذا الطرف من خلال الدعاء، يعني ما عندي إلا الدعاء، ماشي هالقد أنا بملك، هالقد أنا بملك، بس المهم حددت موقفي، صحيح، حددت محلي، مكاني، أنا وين في هذا الصراع، يعني هالقد إمكاناتي، خير إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإلا وسعها، ولا تكليف بغير المقدور. إذا ما عندك قدرة ما فيني إلا أنا لا غصما عنك بدك تتحامل على نفسك وبدك تتكلف وبدك وبدك وبدك، هل قد أنا قدرتي؟ إيه بس ما تقلي أنا ما خصني، أنا على الحياد، أنا ما إلي موقف. مرة ما واضحة الأمور، يعني في عندي شبهة، في خصام بين فريقين، وبعد ما اتضحت الأمور عندي أن من هو في موقع الحق ومن هو في موقع الباطل لحتى أخذ موقف، فأنا في طور الدراسة، دراسة كل من الموقعين، هذا الموقع وهذا الموقع، لأحدد رأيي، خير إن شاء الله. إيه تقولي شو رأيك؟ بقول لك بعد ما بعرف، عم بدرس، عم تابع، عم دقق، فهذا أمر طبيعي، ما بيصير أنت تجي والله لمجرد أن والله هذا الفريق ينتمي إلي قبليا أو عشائريا أو عرقيا أو قوميا أو مذهبيا أو ما إلى ذلك بدي أخذ موقف مع، وذاك لأنه لا ينتمي إلي بدي أخذ موقف ضد. مرة ما واضحة الأمور بتقلي بعد والله ما واضحة الأمور عندي، أنا عم حاول فكر أدرس فتش، خير إن شاء الله. أما إذا الأمور واضحة للعيان، واضح وين الظالم وين المظلوم، ما بقى في مجال
تيجي تقلي والله أنا ما خصني أو أنا ما إلي رأي أو ما إلي موقف أو ما إلى ذلك. شيخنا، بموضوع لم تنصر الحق ولم تخذل الباطل، هيدا نفسه هيدا الحكم شيخنا وين يصنف؟ انه لانه هون ولانه هون، لا نصر الحق ولا خذل الباطل. طيب اذا انا خليت بمسؤوليتي الشرعيه، منه مش مسموح انه تكون انت لا انا خليت بمسؤوليتي الشرعيه، لانه المسؤوليه الشرعيه هي ماذا؟ ان تكون الى جانب الحق فتنصره وتنصر اهله، وان تقف في وجه الباطل فتخذله وتخذل اهله. فانت ما لا نصرت الحق ولا خذلت الباطل، يعني انت خليت بواجبك الشرعي بمسؤوليتك الشرعيه. نعم، يعني تكليفك الشرعي كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. شو يعني كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا؟ في وصية أمير المؤمنين عليه سلام الله للحسن والحسين، وهي ليست للحسن والحسين قصيصا، صحيح ويخاطبهما وإنما يخاطب الأمة من خلالهما. إذن لابد أن يكون لك موقف. ماذا يعني قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق؟ ما معنى التواصي بالحق؟ يعني فقط أن أقول لك كن مع الحق وأنا ما بدي كون؟ وكيف بكون مع الحق غير بنصرة الحق وإعزاز الحق؟ دعاء الإمام زين العابدين في كل صباح ومساء الذي يطلب فيه أن يوفقه لنصرة الحق وإعزازه. كيف ننصر الحق ونعزه؟ بالحياد؟ نعم، فلا معنى للحياد أبدا، لا سيما في القضايا المصيرية الكبرى. طبعا طبعا، يعني الآن يعني في مصير أمة يحدد مستقبلها، مفروض بهالحالة هيدي على الأقل يكون موقف واضح، أنت أين طبيعي تقف؟ طبيعي، ومفروض تقف مع الحق، يعني مش إنه مش خياراتك واسعة يعني. لا أيها لا الإنسان، لا خيار إلا الوقوف إلى جانب الحق وألا أنت شريك. كيف يعني تنصر الحق؟ في وسائل متعددة، كل بحسبه. طيب، وبحسب الظروف المتاحة. الراضي سماحة الشيخ، يعني عادة بيقولوا الراضي بفعل قوم كالداخل معهم، كالداخلي معهم، يعني الراضي بما يحصل الآن هو شريك للعدو طبعا الصهيوني. له نوع شراكة بشكل أو بآخر. نعم، سواء الراضي بفعل العدو الصهيوني هو له نوع شراكة، وكذلك الراضي بفعل المقاومة الفلسطينية الباسلة هو له نوع له شراكة. نعم ليش؟ لأن خلص أنت حددت خياراتك، حددت موقفك. أنت لما رضيت بهذا الفعل العدواني الصادر من الكيان الصهيوني الغاصب، إذن أنت حددت موقفك معهم. يعني وعندما رضيت بفعل المقاومة الباسلة، أنت حددت خيارك أنك معهم. صحيح، هذا نوع تحت موقع. هلا بتقلي شفتهم شو نفعتهم، بقلك أنا هالقد قادر أعمل هيدا بحسب. هذا الشيء سمحت شيخ بينطبق على كتير من الأماكن، كتير من البقع الجغرافية طبيعي. أيضا كمان، وأحيانا مثلا بعض الدول هلا أعلنت تأييدها للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، فهي شريكة الدول هيك. ولكن بعض الرعاية سماحة الشيخ انه رافضين، مواطن من هالدولة هيدي، فهو اما خائف مش قادر يعلن ماشي. بس على الاقل مفروض يحدد موقفه ولو ضمنيا يعني. ايه، فذلك اليوم اللي عم نشوفه نحن ببعض الدول، نعم، عم نشوف بعض الدول انه الحكومات او النظام الرسمي او الصوت الرسمي عم بيأيد العدوان الصهيوني. نعم. وهذا وين وجه الاشتراك؟ لأنه اليوم لما هذا الكيان الغاصب بيشوف كل العالم وكل الأمم وقفت ضده وشجبت عمله، لابد أن يرعوي.
صحيح. ويرتدع رأي عام أو على الأقل يشعر بشيء من الضعف. أما عندما الكل يأتي إليه يبارك عمله ويقول له نحن معك ونحن يدي. نشد على يدك ونحن كذا، إذن هو هذا يأخذ دفع أكثر نحو إجرامه، ويتمادى في إجرامه أكثر وأكثر. نعم. فإذا هذا هو نوع الشراكة. أنت لما عم بتعزز هذه الروح العدوانية من خلال تأييدك، من خلال دعمك له، من خلال قولك إليه أنك نعم، قولك له نعم أنت تدافع عن نفسك ومن حقك أن تدافع عن نفسك تجاه هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء المتخلفين أو ما الأسماء الأشياء اللي عم نسمعها والأوصاف اللي عم نسمعها، هذا كله دعم وتأييد. صحيح. وبالتالي هذا نوع شراكة. نعم. في المعركة. صحيح. بيقول مولانا أنا أسكن في أوروبا، أعمل في مطعم، جميعهم يكرهون الشيعة والمقاومة، يكفرون ويسبون، وأنا لا أرد لأنهم متعصبون وأيضا لا يعرفون أنني شيعي، ولكن في داخلي أنا موجوع، هل أكون مذنبا أم لا؟ يعني إذا عنده خيارات أن يغادر هذا المكان ويترك هذا المكان طبعا ما بيصير يبقى فيه، وهذا معنى التعرب بعد الهجرة الذي قال فقهاؤنا بحرمته، أنه أنت لما بتروح بتعيش ببلاد غير إسلامية أو أفرض بلاد إسلامية لكنها تنتمي إلى مذهب آخر وأتباعه أو الناس على الأقل في هذه البيئة يكنون العداء لك وينالون من دينك وينالون من عقيدتك، وأنت لا تستطيع أن تظهر عقيدتك ولا تستطيع أن تمارس حريتك العقيدية وتمارس شعائرك الدينية في هذا الوسط وفي هذه البلد وفي هذا المكان. فإذا كان عندك خيارات لترك هذا المكان والانتقال إلى مكان آخر يجب عليك الانتقال ولا يجوز لك البقاء. طيب. وهذا ما رد به الله سبحانه وتعالى عن الذين قيل لهم أنه لما لم تهاجروا، ألم تكون ألم قالوا تكون فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنتوا شو قصتكم؟ ليش هيك مستضعفين؟ ما بيطلع بإيدنا نحكي، ما بيطلع بإيدنا نعمل، ما بيطلع بإيدنا نساوي، ما بيطلع بإيدنا نرد، لأنه كلهم متعصبين، كلهم حاقدين علينا، بيقطعوا رزقتنا، بيقطعوا عنا الشغل، بيمنعونا من العمل، ما بنقدر نعيش، ما بنقدر نتعلم. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب مولانا أنا روحوا غيروا المكان. أحيانا منقول مثلا أنت ذهبت إلى بلاد الكفر فعليك أن تتحمل مسؤولية اختيارك، ولكن عندما يذهب إنسان إلى بلاد الكفر فيعامله أهل الكفر بشكل طبيعي وبأخلاق ما في مشكلة، ولكن من يعامله بشكل سيء، وأنا أفهم من السؤال سمعت شيخ أنه مش أهل أوروبا اللي عم يتعاملوا معه بهالطريقة هيدي، هن الموظفين اللي مثله يعني المسلمين الآخرين اللي ماشي. معه ماشي بيقدر يغير مكان آخر مؤسسة أخرى، المهم أنه بده ينطلق من البقعة. أنا بهالمحل، أفرض أنا هلأ هون بهالمكان عم بشتغل، في معي جملة موظفين، في مسؤولين العمل حاقدين علي، إذا كان مش أرباب العمل إذا أصحاب العمل ما بيرضوا بهذا الشيء بيقدر اتشكلي أصحاب العمل مثلا، هاي خطوة. شفت أنه ما بتنفع، حتى لو تشكيت لأصحاب العمل ما بتنفع، لأنه تبين أنه أصحاب العمل كمان نفس الشيء أو آخرهم هون استفلوا فزروا بعضكم أبروا بعضكم نعشوا خصنا، وهم ما تضروا لنا شغلنا وما تأذوا لنا شغلنا ومصالحنا. طيب بشوف مكان عمل آخر إذا البيئة فيها، إذا لا كل البلد هيك أيوة بطلع من كل البلد، ممكن يطلع من هاي البيئة لبيئة تانية تطلع نفس يعني الحكاية. يعني ما بيصير أنا ضلني ابقى موجود في المكان
الذي أستضعف فيه وعندي خيار. نعم الإنسان الذي لا خيار له ولا مجال له ولا سبيل له للتخلص ولرفع الظلم والاضطهاد والاستضعاف عن كاهله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا في عندك خيارات على شو باقي وقاعد؟ طيب هذا إذا عنده خيارات. طبعاً. إذا ما عنده خيارات خل الله سبحانه وتعالى أعذر لخلقه وأعذر لعبده. قصدي بينطبق على الشيء اللي كنا عم نحكي فيه أنه يا خيي أنا موقفي هيك ولكن مش قادر خلص بقى اتحرك أو الله عبر بيعرف. عن رأيي أو دافع يعني يمكن ما تقدر تقنعني أنه أنت ما قادر بس الله بيعرف إذا أنت فعلا قادر ولا صحيح. مش قادر صحيح بدك تبحث بدك تكون صادق مع نفسك ومع ربك. قصدي بهالمكان سمعت شيخ أنا عم بشتغل وماشي حالي وودي وفي هالمجموعة اللي عم بشتغل معها معقول. أو الموظفين اللي مثلي حقدة بيسبسبوا بيكفروا إذا قادر يبدل قادر يدافع قادر يغير يجب عليه أن يغير وإلا فهو مأثوم طبيعي. قصدي مش قادر يبدل إذا مش قادر يبدل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جميل بس بده يكون فعلا يعني صادق مع نفسه ومع ربه عندما يقول أنا مش قادر. صحيح يعني في ناس ما عليه شيء حتى هو في ناس بيقول لك أنا شو بدي بالشغل يلا أقعد أخذ وأعطي معه وروح بدل هون عم يجيني مثلا مبلغ الأد إذا بروح لغير محل رح يجيني أقل لا خليني هون وبده يسبوا بدهم يكفروا شو بدهم يعملوا المهم حافظ على مصرياتي وحافظ على شغلي مع أنه بيقدر يروح على غير محل ممكن بس ويعيش جو مش مريح مش مضمون النتائج شيخنا إذا عم أقول نعم أنا عم أقول في بعض الناس بهمهم أنه خلص ما دام هون عم بيحصل هالقد مبلغ إذا راح لغير مطرح يمكن يحصل مبلغ أقل بس بيضل قادر يعيش يعني مش راح تخرب عيشته طيب. بيقولك لا أنا المهم الكسب المادي طيب. ما هل عم يضحك على حاله وعلى ربه إذا قلنا شيخنا أنه في عنده خيارات أخرى ممكن يجب عليه أن ولو يغير بأقل يجب عليه أن يغير طيب. ما دام لا يضر ولا أذى فيه إذا ولا ضرر إذا فيه. بعد هو يعني ما نضامن النتائج أنه يترك هون ويروح على مكان آخر ممكن يلاقي نفس الجو ونفس النتيجة عم نقول إذا عنده خيارات إذا ما عنده خيارات خلص قصدي بده يجرب بده يبحث بالأول طبعا مش أنه يترك ويروح يدور يعني يروح بده يطلع مهم بس يلاقي محل بده يطلع نعم. بيقول شخص عمره فوق 60 سنة 90% من وقته يعيش بمخيلته بذهنه نساء وغيره حتى أثناء صلاته كأنما يعيش أو يفكر بالنساء شو حكمه سمح الشيخ بده يحاول يبطل هالفكرة يروض نفسه أنه بطل يركز بصلاته يركز بعبادته ويبعد عن هذه الأجواء مأثوم هو بالشيء طبيعي ما هو عم يأذي نفسه لأنه ما عم بيصير في عنده حضور قلب ما عم بيصير في عنده خشوع بصلاته ما عم بيصير في عنده توجه للصلاة فبالتالي الصلاة قد لا تقبل يعني يمكن تصح الصلاة ومبرئة للذمه ولكن لا ثواب عليها لأنه ليس فيها حضور لأنه ليس لك من صلاتك إلا بمقدار حضور القلب قد يقبل منها ربعها وعشرها وسدسها وقد لا يقبل منها شيء بيقول أنا لقيت شغل عملت خيري طلعت ما مليح بعد جمعة كمان عملت خيري على نفس الشغل طلعت ما مليح ولكن أنا لقيت أنه بحاجة لهذا الشغل ودخلت إليه وأنا خايف ما يصير لي شيء لأني خالفت الخيري شو بتقولوا أنا بقول له توكل على الله وما تعتمد على الخير اعتمد على عقلك وعلى دراستك لظروف العمل اعتمد على سؤالك لأهل الخبرة وأهل المعرفة بهذا المجال بهذا العمل نعم وتوكل على الله واشتغل يعني مخالفة الخير شيخنا لا يعد ذنبا يمكن أن نعاقب عليه الخير ليست ملزمة
لأنه ما واجب علينا لا نعمل خيرة ولا واجب علينا نلتزم بالخيرة شو ما طلعت. نعم. طيب ما معنى قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ يعني هاي العبادات من صلاة وصيام وما إلى ذلك، الناس اللي ما بيكون عندهم حضور قلب، ما بيكون عندهم خشوع، ما بيكون عندهم توجه أثناء أداء العبادة، يستثقل العبادة. نعم. ويشعر بثقل العبادة، يشعر بأنها أمر متعب. أما الإنسان الخاشع، الإنسان المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إنسان يشوف كل الأمور سهلة. وهذا أمر منعيشه نحن بحياتنا الطبيعية. يعني تخيل إنسان عم يشتغل بمهنة ما، نعم، تطلع بهالمهنة يا عمي هذا كيف عم يتحمل، تجي بتسأله يا عمي هذا تعب وانت بهالسن وهي فيها مشقة وفيها عذاب، بيقلك ما دام هاي المهنة عم تسترني، ما دام هاي المهنة عم تعطيني وعم بتأمن لي اللي أنا بدي إياه، فكل هذا التعب عندي ما بيساوي شيء، يهون، يسهل. نعم. ويهون أمام أني لما برجع على البيت وبجيب أكل لأولادي، شوف أولادي وعائلتي فرحانين ومبسوطين، فبس شوف البسمة على وجه أولادي لما جبت لهم الأكل، لما جبت لهم ما يحتاجون إليه من وراء هذا العمل الشاق، هذا ينسيني كل التعب وينسيني كل المشقة. نعم. أو أي مهنة أنت بتعشقها بتحبها ما بتسأل شو ما كان، أما ياخدوك على عمل مهما كان مريح بس أنت ما بتحبه، أو أنت ما بتشوف نفسك فيه، أو أنت ما بتشوف أنه بيحقق لك أهدافك أو بيحقق لك مستقبلك، شو ما كان طبيعته صعب. قد ما كان مريح قد ما كان كذا بتلاقيه صعب وبتستثقله وتحاول تهرب منه. إذن العبادة يعني المقصود فيها هون كل شيء. هلا صح هي ذكرت الصلاة، الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. يعني هلا واحد، لذلك نحن نشوف بعض أو بعض الناس بس بدك تقول له على الصلاة بتصعب، بتكون عم بتجر وجر على الصلاة، مع أنه شو هي الصلاة، شو فيها تعب، شو فيها مشقة، بس لأنه ما عنده توجه تلاقي لحسة تقيلة، لحسة تقيلة. اسمح لي باتصال سمحت شيخ، تفضلوا. السلام عليكم حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. خبرني، نحن بشارع مروان مسك عندنا 200 عائله سنيه، عرفت شارع مروان مسك اصعب شارع بلبنان، بعرفه. طيب طيب ليش انتوا الشيوخه عم تتصلوا بالشيوخه وبتقولوا يا عمي هيدي المعرب عليها ومنه منسقف العالم منسقف اللي بالشوارع، مش افضل بالنسبة لهذا اللي عم بقول بأوروبا؟ يعني أنا حاجم هذا هو عم يسأل بملبون وعم بصير الحالة من الطرابلسية، عاود طروا الوضع وصاروا يحكوا مع بعض. فالأوفى نحن نعلن هالحالة هيدي عبساط أحمد، نقول هيدي النعرة مش منا يا عمي، ولا أنا غلطان؟ طبعا يا حاجم نحن مش منا، يعني حدا عم يسأل ونحن عم نجاوبه، واحيانا انه ما فينا نداري والله نقول انه اليهود هن اللي عم يحكوا هيك، يعني بدنا نحكي الامور مثل ما هي لحتى تكون واضحه القصه. فهمت علي كيف؟ نعم. يعني مش ضروري اذا انا اسمي حسن شيعي كل الشيعه ما بيسوا، فلان كل السنيه ما بيسوا، عفوا اذا طولت عليك بالحكي. ولا يهمك حاجنا، ولا يهمك، انت عم تسال مش بالنسبه لغزه، انا مش ضد غزه. نعم. بس عم نقول ولو مونوا على صاحبين المطارات على اللي عم بيعبي مي، عم يشحد ليعبي نقلة مي 5 براميل، ما انت عايش فيها الأجواء، ساكت عن الظلم، قال له على غزة ولا بلبنان هي ذاتها، مزبوط ولا أنا غلطان؟ ماشي ماشي، هلأ منشوف سمحت شيخ شو بيقول بهالإطار. كمان مع اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. مولانا إذا بدك صور مثلا صلي على أنه جالسي أنه عامل إبري بركبتي، انه بيقرا الصور بس والركوع والسجود انه قاعده، والله كيف؟ نفس الشيء حسب ما بتقدر، اذا قال لك بدك تصلي انت وقاعده ما بدك توقفي
وما فيك ما بيأثرش الوقوف فيك تو... آه ما بيأثر إذا ما بيأثر الوقوف بدك توقفي أثناء القراءة وأثناء تكبيرة الإحرام إنه الركوع بدي أركع الركوع والسجود إذا قال لك ما بيصير تركعي وتسجدي على الأرض أنت وقاعدة على الكرسي ممكن ترفعي مثلا محل السجود تعليه بتركعي بشكل طبيعي وبتسجدي بترفعي محل السجود حتى ما تحط ركبتك على الأرض مشكور مولانا أهلا وسهلا فيك شو بتقولوا شيخنا للحج نحن ما في فرق بين ظلم اليهود ظلم الصهاينة إن صح التعبير مش اليهود لأنه مش مطلق اليهود يمكن يكون بعض اليهود ما بيقبلوا بهالشي اللي عم بيصير ظلم الصهاينة ما في فرق بين ظلم الصهاينة أو ظلم والله الإنسان اللي بيتحكم بلقمة العيش كلاهما ظالم وكلاهما يجب الوقوف في وجهه ويجب الاعتراض عليه يعني حتى هذا اللي عم يتحكم بموتير الكهرباء أو اللي عم يتحكم بموتير المي أو أي شيء ما دام أنه عم يتحكم بعيش الناس بلقمة الناس بحياة الناس هذا ظالم مين ما كان يكون حتى لو بيكون ابن ديني وابن مذهبي نعم مش والله بدي يعني اسكت أصدق. لانه هذا ينتمي الى نفس الطائفه التي انتمي اليها او الى نفس القبيله والعشيره او القوميه او الجنسيه اللي انا منها بسكت عليه وهذا لانه غريب او لانه ينتمي الى دين اخر او الى عقيده اخرى او الى بلد اخر بدي اقف بوجهه لا الظلم مرفوض من كل احد الظلم لا دين له ولا هويه له ولا قوميه له ولا عشيره له الظلم مرفوض من الناس مطلقا نعم بس بالنسبة للشيء اللي طرحه خينا الحاج انه حتى بالنسبة نحن ما يعني هو عم يقول انا شيعي عم يضايقوني بالشغل ما قلنا انه الشيعة والسنة ما بنعرف مين هن اللي عم بيضايقوني يمكن ما يكونوا سنة صحيح يمكن يكونوا من غير دين شو بعرفنا احنا جاوبنا بشكل مطلق مين ما كان يكون مين ما كان يكون يا أخي حتى ضمن الشيعة نعم ما بعدنا نحن عم نعاني المناطقية يعني هذا ينتمي إلى منطقة معينة واحد تاني بينتمي إلى منطقة معينة بيكونوا من نفس المذهب نعم بس في تعصب أنا والله ابن الجنوب بتعصب ضد ابن البقاع أو ضد ابن الشمال حتى لو كان من نفس مذهبي أحيانا فعم نعيشها يعني بمناطقنا عم نعيشها وما كان بيعيشوها يعني هذا الشيء مرفوض من مين ما صدر بيقول شاب يعيش في بلاد الاغتراب يسأل ما كفارة ضربه المبرح لشخص أجنبي عندما استنجد به صديقه واكتشف لاحقا أن هذا الشخص لا يستحق هذه الأذية يعني هذا يروح يتسامح منه يعتذر منه إذا بيقدر وما بيقدر يستغفر ربه فقط ما في كفارة عفوا شيء اندفع يعني هلأ بشوف طبيعة الضرب كسر جراح شو طبيعة الضرب فبحسبه وهي بدها حاكم شرعي يعني مش شيك بده يكون هذاك رفع دعوة ما في شيء اسمه كفارة الكفارة هو الاستغفار وعدم العود أما إذا بدنا نقول والله عقوبة فبده يكون في حاكم المضروب بده يكون رفع دعوة والحاكم ينظر في هذه الدعوة فإذا رأى أن هذا مستحق للحد للتعزير هو بده أنه لقى أنه ظلم هذا الضرب يستغفر ربه يستغفر ربه ما بقى يتهور وهذا التعصب اللي نحن ضده هذا التعصب اللي نحن ضده واللي بنرفضه ان والله انا شفت خيي عم يتقاتل مع حدا بروح مباشره بدون ما اعرف شو القصه بدون ما اعرف شو السبب بروح لهذا اللي بالواجهه بروح بصير بهجم معه والله انا بدي انصر خيي لا ما يمكن خيك المعتدي نعم كمان باخذ اتصال تفضلوا صباح الخير يا حاج احمد صباح النور يا محمد خير يا شيخنا يا اهلا وسهلا انا والله يا شيخنا عمري 90 سنه الله يطول عمرك ويقويك قلبي مطمئن بالايمان ما طول قديش الحمد لله ان شاء الله قريب وان شاء الله
لأنه هودي مثل ما عملوا بنصارى نصارى نجران، عملوا بأهل حولة بسنة 48 ب 25 أيلول مذبحة 35. يا عمي ما في غيرها، في دار ياسين وفي 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 20 30 بس أهل حولة 85 واحد ذبحوه، أنا كان عمري 12 سنة ماشي وراحوا اثنين من بلادني. فنحن أنا بقول لك مطمئن قلبي إذا إجا أمر الله ارفع الرايات، ما بدأ لا أكثر ولا أقل. رايات شو يا رايات شو؟ رايات الاستسلام، رايات النصر شو؟ آه رايات النصر. إيه شكرا يا أبو محمد، تحية لك. يلا الله يقويك. مولانا بيقول أنا إذا بدي صلي صلاة الغفيلة فيني صليها وأنا جالس؟ ما في مشكلة، وإن كان الأفضل من قيام، إذا هو قادر على القيام وفي عنده مشكل الأفضل أن يأتي بها من قيام، وإلا يجوز حتى في حال الاختيار. من جهة أخرى بيقول هو يعمل بمقام، وعادة بالمقامات بيحطوا ريحة عطورات. يعني في ناس بيقولوا إنه هل عطر هذا تقيل، ولأنك أنت عم تحط ريحة، هاي الريحة بشكل خاص نحن ما عاد بدنا نجي على المقام، فهل هو مأثوم؟ هو شو خاصه؟ هو اللي عم بيجيب الريحة ويحطها يعني. هلا هاي ريحة المقامات عادة. لا ده شبار، إذا كان بيأذي وبيضر إيه ما بيصير أنا أجي أذي الناس، أما إذا ما بيأذي الناس والله ذوقه شو. إذا كان مش هو صاحب ال، هذا هو ما خصه مثلا، ما له علاقة، هو مسؤول عن الوقف، هو اللي بيجيب الريحة، شو دخله هو؟ شو ذنبه هو؟ يصطف المسؤول الوقف يتحمل المسؤولية. نعم. بيقول هل ينبغي أن ندعي بالنصر يعني بها الظروف هيدي؟ إنه ممكن يكون فيهن ناس ما بتصلي وناس ما بتعبد ربها، فهل يحق لي أن أدعو لهم بالنصر؟ ظاهر هذا سؤال. بل يجب علينا أن ندعو لهم بالنصر، يجب علينا أن ندعو لهم بالفرج، هذا إذا لم، وكما أنه يجب علينا أن نقف إلى جانبهم ونمد لهم يد النصرة والعون إذا اقتضى الأمر ذلك، وكنا نملك ما نؤازرهم به حتى في بشكل عملي. مسألة مش مسألة أنه والله واحد بيصلي واحد ما بيصوم، إذا فيهم حدا ما بيصلوا بس فيهم كمان ناس بيصلوا، مسألة مش مسألة، هذه القضايا المصيرية والقضايا الكبرى ما مندور فيها واحد بيصلي واحد ما بيصلي وحدا بيصلي وحدا ما بيصلي، هاي قضايا كبرى، هذه قضية فلسطين، هذه قضية الأمة الإسلامية، هاي قضية كل الأحرار، ما بدي اجي فتش فيها والله واجي اقعد اعمل احصائية للفلسطينيين اللي بغزة مين بيصلي ومين ما بيصلي. نعم. وبعدين شايفين نحن ولو ظاهرا يا اخي كل هذه الدعوات وكل هذه النداءات وكل هذه البيانات اللي عم يفتتحوها بآيات الله وبآيات الكتاب المجيد، ولما عم نشوف النساء عم تطلع مشردة من بيوتها بثياب الصلاة، ما عم نشوفهم هاي الصور، ما عم نشوفها، نرجع منقول هول يمكن بيصلوا يمكن ما بيصلوا، هيدا اللي بيتخبى وراء إصبعه، حط إصبعه على أساس إنه ما حدا شايف. يا جماعة بهذا الموقف ما بدي دور هذا سني وهذا شيعي، ما علي شي بدي أقوله، لأنه البعض يمكن لأنهم سنة هذا خطأ، هذا ما بيجوز، هذا حرام. أحسنتم شيخ. نحن اليوم أمام قضية، قضية حق يذبح، قضية عدل، يحاول العدو الصهيوني أن يدوس العدل، أن يدوس الإنسانية، ما بدي إجي دور والله تعوا فرزوا لي إياهم كم واحد بيصوموا بدي يدعي وبيصلوا بدي يدعي بس للي بيصوموا وبيصلوا. نعم، مش هيك القضايا تدار. صحيح. هل يجوز الجهر بالولاء والانتماء في بيئة مخالفة؟ إذا كان لا يجلب علي الخطر ولا يسبب لي الضرر إيه ليش ما بيجوز؟ إنسان مفروض يكون واضح وصريح، ولا سيما إذا كان وضوحه وصراحته مع التزامه
يعطي صورة جيدة قد يكون داعية إلى الحق. يعني أنا لما بكون منتمي إلى الإسلام وأعلن أني مسلم وأمارس سلوك ينم عن صفاء الإسلام وطهر الإسلام ونقاء الإسلام، هذا هو معنى الدعوة إلى الإسلام بغير ألسنتكم، كونوا دعاة بغير ألسنتكم. أن تعلن نفسك، أن تعلن انتمائك وتمارس عملا ينسجم مع انتمائك وانتسابك لهذا الدين الحنيف. نعم. حتى يكون هذا الإعلان عن نفسك والتعريف عن نفسك مع الالتزام السلوكي والعملي داعية للآخرين ليدخلوا في هذا الدين وليدخلوا في هذا المذهب الحق. واضح. من صلى فريضة وبعد الانتهاء وجد نجاسة على ملابسه ولم يعلم أن هذه النجاسة حصلت بعد الصلاة أم قبلها، هل يعيد صلاته أم يتبع قاعدة الفراغ؟ صلاته التي صلاها صحيحة ولا إشكال فيها، وإنما يطهر من أجل الصلوات الآتية. هل المشاركة مع العدو تكون ناتجة عن الجبن وقلة الدين أم لا؟ في دوافع كثير، في ناس مش عن العمالة أحيانا. هو كله بالأخير قل الدين، كله بالأخير قل الدين وقلة نخوة وقلة إنسانية. نعم. وإلا في ناس لا، مش لأنهم جبناء ولا شيء، لأنهم طماعين، بدهم مصاري، بدهم مناصب، بدهم مقامات، وبيجي العدو بيغريهم وبيغويهم، بس بالأخير كله قلة الدين. يعني قلة الدين هي الأساس بكل هذه الأمور. حتى الخضوع للضغط الأمريكي اليوم، حتى الجبن، عندما يعيش الإنسان جبنا فهذا في مكان ما يعكس عدم ثقة بالله وعدم إيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شيخنا بيقول أنه في عقد، يعني حدا عمل عقد منقطع مع حدا، أنه دائما بيتخانقوا وبيتزعلوا من بعض وبعدين بيتراضوا وبيرجع كعقد منقطع، فبيجوز هيك يعني أنه يعني إذا وهبها المدة ورجع رجعها بعد فترة وهكذا وهبها المدة ما في مشكلة، ما بيأثر، بيصير في بدها عدي بهالحالة ولا لا؟ لا، إذا نفس الشخص ما بدها عد. إذا العاقد هو نفسه رجع بعد ما وهب المد رجع عقد عليها، ما في حاجة للعدة. كيف نأمل بالنصر ونحن نربي أبناءنا على التفرقة والانقسام وأثارة النعرات فيما بيننا؟ بعدنا عن القرآن أوصلنا إلى ما نحن فيه، فلنتذكر الآية القائلة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذكر قول الله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. طبيعي لابد أن نعود إلى وحدتنا، إلى ألفتنا، إلى تراحمنا، تعاطفنا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. بيقول حدا شيخنا الله يسلم تمك يا شيخ، أنا نحن قلوبنا محروقة لأنه في ناس بتشتغل على التفرقة، أنا قطعت بعض الدعاة اللي بيعطوا دروس دينية لأنهم يعملون من خلال خطبهم على التفرقة بين المسلمين. نحن ندعو إلى الوحدة بين كل الناس مش بين المسلمين. بيقول صليت صلاة الفجر قبل شروق الشمس وكان نهار طالع، هل صليتها في وقتها أم لا؟ نهار طالع يعني الفجر طالع، ضوء إذا الشمس كير. إذا بعد شروق الشمس بيكون صلىها خارج وقتها.
عم يقول قبل شروق الشمس. قبل شروق الشمس بوقتها. يعني المهم هي توقع قبل شروق الشمس. ايه؟ مش مهم انه في ضوء ولا ما في ضوء. هو اكيد في ضوء. ايه؟ ما هو لما طلع الفجر يعني صار في ضوء. نعم. من ما حكم من يصلي صلاته بثوب يعلم أنه آثار الجنابة عليه ولكن هذه الآثار ناشفة؟ إذا كان متأكد أنه في مني على الثوب حتى لو كان ناشف فهو بحكم رأي الفقهاء بأن المني نجس فالثوب صار متنجس. نعم. ولا سيما إذا عين النجاسة بعد موجودة فلا تصح الصلاة فيه. إذا كان يعلم فلا تصح الصلاة فيه حتى لو كانت ناشفة. طيب إذا كان مغسول ولكن في ربما يعني بعض الآثار مغسول ولكن ماشي مرة غسلنا بس ما راحت عين النجاسة بعد عين النجاسة موجودة. أما إذا والله تغير لون الثوب بسبب شيء بمعنى أنه إذا عين النجاسة زالت بالمطلق بس هيك صبغ أو بقى كان الثوب من النوع اللي بيحل أو من النوع اللي بيتأثر لونه بسبب ملاقات وشيء هذا ما بيأثر. أنه في عنا رواية أن أحد الأشخاص يسأل الإمام الصادق عليه السلام الله أنه أصاب ثوبي دم غسلته لكن بقي يعني شيء اللون تغير شوي كل ما بشوفه بتضايع فشو حكمه؟ قال له صبغه. يعني غير لونه حتى ما بقى تتأثر فيه. يعني المسألة كانوا يفهموا انه انت صار عندك حالة نفسية يعني. أيوة. صرت كل ما بتشوف الثوب متغير لونه بتتذكر الدم بتفكر انه هذا دم. لا هذا مش دم راح الدم. نعم. بهالأجواء سمعت الشيخ عادة تستحضر علامات ظهور الإمام الحجي سلام الله تعالى عليه وموضوع قتل النفس الزكية وما وغيره من الروايات. كيف بتتفاعلوا مع الروايات أنتم خصوصا موضوع قتل النفس الزكية؟ هل أول شيء قتل النفس الزكية أول شيء بدنا نحدد هل النفس الزكية التي يقال في بعض الروايات أنه عندما يقتل النفس الزكية تكون هذه علامة من علامات ظهور الإمام أو قرب ظهور الإمام، هل هو شخص له هوية معينة؟ فمن هو حتى نعلم أنه قتل أو لم يقتل بعد؟ هل المقصود بالنفس الزكية يعني النفس التي حرم الله قتلها؟ فهذا منذ آدم إلى يومنا هذا النفس الزكية تنطبق على كثير من الناس. يعني من آدم إلى يعني من بداية خلق آدم وقت اللي قابيل وهابيل صارت معهم الحادثة إلى يومنا هذا النفس الزكية تقتل. مسألة أنه الإرهاصات نعم ممكن تخطر بباله الإنسان أنه هذه إرهاصات الظهور عالم الظهور خير لا بأس، ولكن ليس علينا أن نكون حاسمين جازمين. نعم. إذا ما في عنا دليل قطعي نستطيع أن نجزم من خلال أنه فعلا هذا هو عصر الظهور عصر الظهور فالله العالم ماشي الحال. إذا عندي دور عندي مسؤولية لازم أقوم فيه أمام هذه الحيثيات أمام هذه العلامات أمام هذه الظواهر التي تحصل أقوم بتكليفي أنا. هلأ إن كان هو عصر ظهور الإمام فأهلا وسهلا بالإمام وإن شاء الله بيظهروا منكون نحن في الخط الذي ينبغي أن نكون فيه عند ظهوره حتى إذا لاقيناه نلاقيه وهو عنا راضٍ مش يجي يلاقينا بغير خط وبغير موقع وبغير محل. صحيح. حتى يصير ظهوره علينا لعنة بدل أن يكون ظهوره لنا رحمة ونعمة. وفي يعني هلأ الناس بيكونوا ناطرين الإمام لا يظهر وقت اللي بيجي الإمام بيصير ظهوره لعنة عليهم لأنه بده يقتص منهم إنه عجلت يا إمامنا في المقام الخاطئ أنتو. ألف شكر وتحية لكم سماحة الشيخ زهير قوصان. بنهاية لقائنا اليوم شكرا لكم أعزائنا نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.